الكبد بيستقبل الدم الغني بالعناصر الغذائية من القناة الهضمية عن طريق نظام اسمه بورتال هيباتيك سيستم. الوعاء الدموي الرئيسي للسيستم ده هو البورتال فين، وبيتكون في منطقة الريتروبروتينيوم نتيجة اتحاد كل من السوبيريور ميزنتريك فين والاسبلينيك فين. بيدخل البورتال فين للكبد عن طريق سرة الكبد اللي هي بورتا هيباتيز. عند البورتا هيباتيز بيتفرع البورتال فين الى فرعين رئيسيين، رايت مين بورتال فين وليفت مين بورتال فين. الرايت مين بورتال فين بيخرج منه التفرعات بتغذي الكوديت لوب اللي هو سيجمنت 1، وبعد كده بينقسم الى انتيريور وبستيريور برانشز، وكل واحد منهم بينقسم الى سوبيريور وانفيريور، فيبقى كده في 4 تفرعات بيغذوا السيجمنت الخامس والسادس والسابع والثامن. والليفت مين بورتال فين بيغذي الباقي، وهم السيجمنت الثاني والثالث والرابع. ساعات بيحصل حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن، وده سببه انسداد في السيستم ده اللي هو بورتال هيباتيك سيستم. في الحاله دي ممكن تسبب سبلينوميجالي اللي هو تضخم في الطحال، وممكن برضو تسبب اسايتس اللي هو استسقاء او ارتشاح في البطن. واشهر الحاجات اللي بيسببها البورتال هايبرتنشن هو سيروسيس اوف ذا ليفر اللي هو تليف الكبد.